حتى الو، الو، السلام عليكم. صح، الله، ده ابويا ده. ده الحاج ده. انا ما اعرفش، قالوا لي قول له، قول لقفشه يقول الو. لا لا، انا عارف صوت ابويا، يعني اكيد هو طبعا عارف صوت ليه ابوك. صوت خاص كده لوحده. ازيك يا حاج؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه يا حاج؟ منور الشاشه يا كابتن اسلام. الله يخليك، دي منوره بيك وبابنك الجميل الحقيقه مجدي قفشه. يعني حاج مجدي، اولا هنلعب ماتش امتى؟ انا عايز اجي العب معاك ماتش كده، ينفع ولا؟ لا لا، ان شاء الله هعزمك يا كابتن اسلام اه، في قرية قنبيرة وتنورنا كده انت ربنا والشباب يخليك. الحلوين كده. اه، هنجيب بس محمد مش هينفع طبعا، خلاص، لانه من لا بكره. طبعا خلاص. اه، لا احنا بقى نجيب الجيل الكبير. نجيب الجيل الكبير، احنا ما كبرناش قوي برضو، بس نجيب الجيل الكبير. احنا تخنا شويه، اه، بس يعني ماشي، تمشي يعني. يعني حاج مجدي محمد وتوقيعه للنادي الاهلي، والحقيقه هو بقاله ربع ساعه ولا ثلث ساعه بيتكلم، كل كلمتين يقول لي ابويا. فمن الواضح ان كان ليك دور كبير جدا في وجود محمد مجدي قفشه داخل النادي الاهلي يا حاج. والله يا كابتن هشام انا كمني في الملعب لغايه دلوقتي، اه، وهو مع على طول كان معايا، انا متابعه على طول اه، يعني بقاله 12 سنه كده انا متابعه يعني الحمد لله. اه، فانت حلمك ان هو كان يروح النادي الاهلي؟ طبعا كل قنبيره كلها حلمها اللي هو يروح النادي الاهلي. اه، بس بقول لك ايه، هو دلوقتي بيقول لي، بقول له مين احرف، انت ولا الحاج؟ قال لي انا احرف منه بكتير. طبعا بقى هو شاب بقى. طبعا طبعا. ازاي؟ الله، انا بلعب يعني بقول لك كده، انت الاساس. انا هسيبك بقى انت وهو تتكلموا مع بعض شويه. ده حقيقي، انا مش بكذب عليه، هو عارف. ماشي يا كابتن. انت عارف يا، انا ما بكذبش يعني، انت عارف انا دغري، وعلى طول لما بروح العب يوم الجمعه بلعب معاه عشان ما يزعلش. بتلعب كل جمعه معاه؟ لما بروح العب على طول، هم بيلعبوا كل جمعه هو واصحابي في البلد. اه، فتملي بحب العب معاه، ما العبش ضده عشان ما يخسرش، عشان انا ما اكسبوش يعني. اه والله. يعني عند اخويا طه، اخويا طه لعيب جامد جدا بقى، اه، لعيب بيلعب جامد فين؟ جدا، شبه حضرتك اصلا. والله والله في شبه من حضرتك جدا يعني. بيلعب فين؟ آه لا، ما بيلعبش، بيلعبش دلوقتي اه، متجوز وكده، ربنا لكن يخليك. اه، اخويا يحب يلعب ضد ابويا، وعلى طول في البيت هم الاثنين واحنا نار بناكل، ونير. ده انا كسبتك، لا ده انا ما كسبتكش، لا ده. اه، فانا لا، انا على طول بلعب مع ابويا، قليل جدا لما بلعب ضده يعني. اه، فانت يا حاج كده مبسوط ان هو بيلعب معاك؟ طبعا طبعا طبعا. لا، لما قال لك اتفضل اتفضل. ومبسوطين اكتر لما راح الاهلي والله. ايوه، ما انا لسه كنت هسالك دلوقتي، هو محمد اول ما قال لك انا خلاص مضيت في الاهلي والاهلي خلص، حسيت بايه يا حاج؟ انا قعدت قدام الشاشه من الساعه 4 للساعه 9 بالليل، من الساعه 4 للساعه 9. اشمعنى؟ عشان اسمع الخبر. عشان انا كنت عشان تسمع فعلا، الخبر انا فعلا من الساعه 4 العصر نزلت من البيت لحد 9 الصبح بالليل، لحد ما بصمت في النادي لغايه الاهلي. لما بصمت كلنا. انا كابتن ما ب... انا ما ب... ما بضمنش وما بقولش حاجه غير لما تبقى رسمي 100%. آه. انا ابويا لما كلمني الساعه 9 الا دقيقه قلت له لسه، ما كنتش لسه. انا فعلا انا كده يا كابتن، وارد ان يحصل اي آه. حاجه، وانا كنت قلقان شويه لان كان في ناس. تمام، هنتكلم في النقط دي بتضايق الحاجات دي. اول ما بصمت كده والعلامه الحمراء جت في صباعي، انا كلمت ابويا وامي على طول، قلت لهم الحمد لله انا رسمي في النادي الاهلي. خلاص يا حاج، يعني الساعه 9 اكلمك، قال لك انا رسمي في النادي الاهلي، عملت ايه بقى؟ واهلي كومبورا عندك عمل ايه؟ اول رد فعل؟ والله جبنا صواريخ وضربنا صواريخ جبتوا الصواريخ وضربتوا صواريخ. اه والله. وكل البلد نغراتت بقى. اه، ما ذبحتش حاجة ولا عملت حاجة؟ ذبحنا النهاردة. ذبحنا النهاردة. ذبحت النهاردة آه. وزعت؟ اه الحمد لله. دي صدقة دي طبعا. اه طبعا. طبعا. ربنا يكرمك يا حاج، أنت يعني ونعم التربية، بجد ونعم التربية يعني. الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. اه، وطه جنبك؟ طيب هات عشان نناغشه شوية. ماشي يا كابتن. ربنا يخليك يا حاج، وسعدت إن أنا اتكلمت معاك. كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا طه؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اهلي دايما تمام والله، فوتي الحمد لله. بيقول لك ان انا شبهك، ولا انت اللي شبهي؟ ده شرف ليا يا كابتن اسلام والله. حبيبي حقيقي والله، مش بهزر شبهي والله. طب يبقى تعال لنا يوم كده نشوف الشبه ده ايه نظامه. باذن الله يا كابتن اسلام، ان شاء الله نتقابل قريب باذن يا الله. رب يا حبيبي، ربنا يخليك. طه، قول لي، اهلاوي طبعا باللي انا سمعته ده، اكيد اهلاوي. انا عرفت ان عمك بس هو عاشق اللي... حسام عاشور. ماله؟ عاشق حسام عاشور، بيعشق حسام عاشور. ها، وكنت بتلعب ايه بقى وانت صغير، او يعني لغايه دلوقتي بتلعب ايه؟ والله يا كابتن اسلام انا في اي مكان في الملعب تلاقيني.
طب ما لعبتش ليه بقى في امبي مثلا او ما رحتش نادي او ايه اللي حصل يعني؟ والله ما حصلش نصيبه، بس من زمان انا كنت مهتم بالتعليم شويه وكده يعني، فما كنت انا ضعيف الاول شويه، وكنت كل ما اركب مواصلات وكده كان بيحصل لي ظروف، فما كانش ينفع ان انا اروح يعني وكده. طب الحمد لله يعني افيا الحمد لله حلينا وحقق احلامنا الحمد لله. طه لما مجدي لما محمد مجدي كلمكم في التليفون وقال لكم ان انتوا ان هو مضى في النادي الاهلي، كان احساسك ايه؟ والله كابتن اسلام انا لو قعدت طول حياتي اتكلم عن احساسي ايه مش هقدر اوصف الاحساس اللي عندي. انا فخور جدا بمحمد ومبسوط بيه جدا، وبتمنى له دايما يا رب التوفيق ان شاء الله. تفتكر ان شاء الله ربنا هيكرمه ببطولات مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ والله كابتن النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات ونادي شخصيات جميله وعريقه، فالموضوع صعب. فطبعا محمد لعيب كبير ان شاء الله وقد التحديات وهو بيحب التحديات جامد. ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله مع النادي الاهلي. تنصحه بايه يا طه كاخ؟ والله محمد ملتزم جدا. يعني لو عايز تنصحه تقول له ايه؟ انصحه ان شاء الله اللي هو يدوس على نفسه في التدريب اكتر باذن الله، وربنا يكرمه باذن الله، هو قريب من ربنا وربنا يوفقه ان شاء الله. عايز تقول للكابتن طه ايه يا كابتن محمد؟ عايز اقول له تعالى كل جمعه عشان تخسر. لا انا لازم اجي احضر الجمعه، اي جمعه من الجمعه دي بتبقى يوم متعه بصراحه يا كابتن. بنبقى كلنا اصحاب بقى، بتبقى في شده بقى واعصاب، و يا سلام بقى لو ريعو اتخانق. بيبقى يوم عالمي. لا ريعو ده صاحبنا واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا، بس في الملعب واحد تاني والله. لا انا اخويا وطه بيتخانق برضه؟ طه في الملعب كده عصبي جدا، لكن بره الملعب واحد تاني والله. بس خلي بالك بقى طه، عشان لو اي حاجه لو في اجازه ولا حاجه ولعب خلي بالكوا على رجله. لا لا مفيش خلاص، مفيش الكلام ده خلاص. لا يا كابتن محدش بيخش عليا والله، محدش بيخش عليا. والله اصحابي انا حتى ما مارادونا بيسيبوني لوحدي والله العب براحتي. يعني يا طه انا بشكرك جدا، واشكرني الحاج واشكرني الوالده جدا جدا جدا. يعني لو جنبكم برضو لو عايزين نسمع صوتها يا ريت، لانه اسف الوالده سلم لنا عليها يعني. والله كابتن اسلام يا الحاجه مش جنبي دلوقتي. لا يبقى سلم لنا عليها وبوس لنا دماغها وقول لها يعني عرفت تربي يا حاج. ربنا يخليك. طب الف شكر يا كابتن اسلام وربنا يخليك يا رب، واتمنى لك التوفيق دايما. متشكرين يا طه، ربنا يخليك. سلم لنا على الحاج جدا يعني.